أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل النية لصيام الفرض فقط أم أنها واجبة أيضا في صيام النافلة؟ نعم. يقول: سلمك الله، هل النية لصيام الفرض فقط أم أنها واجبة لصيام الفرض والنافلة؟ النية تشترط للاثنين، لأن صيام النافلة عبادة، والعبادة ما تصح إلا بنية. لكن صيام النافلة يختلف عن صيام الفرض، لأن صيام الفرض لا بد أن تنوي من الليل، تنوي الصيام من الليل، يطلع عليك الفجر وأنت ناوي الصيام، لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. أما النافلة فيجوز أن تصبح مفطرا ولم تتناول شيئا، وفي أثناء النهار بدالك أن تصوم، يجوز هذا، يجوز أن تتأخر النية في النفل، بشرط أن لا تكون تناولت مفطرا بعد الفجر. نعم.